بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي إحنا بنحاول نعيد فيه فيديو، يعني الفيديو السابق مباشرة اللي إحنا يعني كنا حاولنا إن إحنا يعني نسجله، لكن للأسف الصوت طلع فيه رديء جدا، وبالتالي بنحاول في هذا الفيديو إن إحنا نعيد رفع الفيديو مرة أخرى للتصحيح وللإفادة كما أشار بعض الزملاء. طيب الموقع بتاعنا اللي نتكلم عليه ايه دوره النهارده في الحياه؟ هو دوره انه بيلخص كتب، لكن في نفس الوقت هو يستطيع ان يلخص مقالات وابحاث عادي جدا، لكن الاضافه بتاعته ان هو مخصص اساسا لقراءه الكتب، وبيفترض ان اي مستند او دوكيمنت او بتترفع هي في الاساس كتاب. الموقع بتاعنا اسمه ايه؟ الموقع بتاعنا اسمه myreader.ai. ده الموقع بتاعنا، بندخل على جوجل او على جوجل كروم، بنخش على اي متصفح بنستخدمه وبنكتب myreader.ai، بنجد ان الصفحه قدام مننا ليت، او خليني بس ان انا يعني اوضح لحضراتكم انا بنقرا فين. يعني في الجزء ده كده بيقول اهو ليت اي اي، خلي الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس ريد بوكس، يقرا الكتب والمستندات والبيبرز بدلا منك. وطبعا في نفس الوقت هو يعني في الجزء اللي تحت ده اللي حضراتكم شايفينه، هو حاطط فيديو بشكل سريع ومن غير صوت وكلام زي ده حوالين مميزات الموقع. قدامنا حل من الاثنين، ان احنا نقول ساين ان لو انا كان عندي اكاونت، واقول له جيت ستارتد لو انا ببدا لاول مره. خليني اقول له مثلا جيت ستارتد هنا بشكل سريع، واللي هنجده هو الكلام التقليدي العادي اللي موجود في جميع المواقع السابقة، ان هو يبدأ يسألني على الاسم، او نختار نحط الايميل واحط باسورد بايه بالطرق التقليدية، ثم يعني ده المتوقع يعني نجد الباسورد الباسورد وايه او الايميل والباسورد. خلينا نختار اي ايميل، فناخد مثلا حسين، او ناخد موقع، او ناخد حبشي، اي حاجة، gmail.com. وفتحت كده هحط الباسورد بتاعتي، طبعا الباسورد ما بتبقاش ظاهره ودي حاجه كويسه، واقول له ساين اب. لو لقى الايميل ده موجود عنده هيقول لي ده متسجل، هيقول لي الايميل ده متسجل. لو ما لقاهوش هيبدا يقول لي هنبعت لك ونتحقق من ان الايميل بتاعك يعني، فنشوف بس كده ايه الرساله اللي هو عطاها لنا. This email is already exist، طبعا لان الايميل ده موجود قبل كده. فطب ماشي، خلينا نحط حاجه تانيه ولتكن مثلا حسين 1262، يعني ايا كان الايميل اللي انت بتستخدمه هتحطه، وبناء عليه هيبدا ان هو يدخلني على الصفحه. بالنسبه لك هيبعت لك لينك عشان يتحقق من ان بياناتك صحيحه. برضه بيسال بعد ما بيخش داخل لاول مره، فبيقول لي اسمك ايه، فبكتب اسمي اعتقد عربي او انجليزي ما بتفرقش، وبعدين هيقول لي وات بيست ديسكرايب يو، ايه اكتر حاجه بتوصفك انت. طبعا بيديني اوبشنز منها بروفيشنالز او ريسيرشر او ستودنت، هل انا طالب ولا باحث ولا شخص يعني في حرفيه معينه، فاقول له ان انا باحث، انا مش بشتغل في اي مهنه معينه خلاف ان انا شخص باحث. وات تايب اوف بوكس، ايه نوع الكتب اللي انت مهتم بيها؟ طبعا احنا يعني انا بالنسبه لي قد اهتم بالكتب الخاصه بالسيكولوجي، قد اهتم بالكتب لو في حاجه حوالين الاديوكيشن، قد اهتم بالحاجه المتعلقه بالستاتستكس وهي تدخل ضمن الساينس مثلا، فبحط اللي انا عايزه. ثم بيقول لي هاو ديد يو هير اباوت اس، والله سمعت عنك من اي حاجه وليكن مثلا من اي حاجه من جوجل. ثم يقول لي لو حاجه تانية حددها، ما فيش، فاقول له سبميت. مجرد ما هقول له سبميت هيبدا يحطني بقى في الصفحه الاساسيه، وهمر بسرعه على اهم الحاجات اللي موجوده. خليني بس كده اروح مع حضراتكم على اهم حاجات الموجوده في القائمه ديت اللي في الجنب. القائمه دي بيقول لي انت عملت قبل كده، يعني انت اصلا عملت محادثات قبل كده، فعليها هنا اهوت، اسف خليني بس كده. هو حين بيقول لي طبعا لو انا عايز اعمل تشات، وعشان اعمل تشات لازم احمل كتب الاول، فانا لسه ما عنديش كتب، فلو انا رحت عملت تشات اقول لي اختار ملف او اختار حاجه علشان خاطر انت تعمل تشات معاها، لسه ما حملناش حاجه. فبالتالي لو انا عندي محادثات سابقه حاليا في الهيستوري، لو في محادثات سابقه حاليا في الهيستوري، طبعا هنا انا مع لو انا شفت الكتب اللي عندي، انا ما عنديش كتب خالص.
فما ينفعش ان انا احمل حاجه. لكن لو انا كانت عندي محادثات تطبيق ليها في الهيستوري، لو انا عايز احمل بقى كتب او احمل مقالات او احمل حاجه برضو هلاقيها في الابلود. لو انا طبعا اي كتب هحملها هتبقى في المكتبه بتاعتي اللي هي اللايبراري. الكونتكست ده لو انا عايز اجمع مجموعه كتب مع بعض بحيث، او مجموعه مقالات مع بعض واخليها في سياق واحد ثم اطرح عليها اسئله، ودي اللي بتهتم بكلمه اول لو انا عندي اكتر من حاجه وعايز اتعامل معاها في نفس الوقت. هنشوف الكلام ده. ابجريد معناه لو عايز ارفع المستوى بتاع الاشتراك بتاعي، لو انا رحت كده في الابجريد عشان اشوف الزيرو اللي هي يعني الباكج او البلان. احنا في البلان اللي هي ديت اللي هي زيرو ديت، تمام زيرو، ودي بيقول لي ان انت مسموح لك انك تسال 10 اسئله كل يوم، وده شيء مش بطال يعني 10 اسئله كل يوم. واحنا لما بناخد مواقع مختلفه فحضرتك تسجل في اكتر من موقع، فالموقع ده تستفيد منه بحاجه والموقع تستفيد منه بحاجه، لان طبعا يعني قد يكون مش كلنا نقدر ندفع حكايه الدولارات. كاركتر ليميتس، انت مسموح لك يعني انك انت تحمل 1 مليون كاركتر، وهو بيقول ده تقريبا يعتبر 400 صفحه. الماكس فايل سايز، انا ما اقدرش احمل ملف اكتر من 10 ميجا بايت، وقد يكون 10 ميجا بايت في كتير من الكتب مش يعني حجم قليل. لو ده مش عاجبني او انا مش قادر او انا يعني عايز حاجه احسن، الاحسن موجود، بتدفع $3 في الشهر، $3 في الشهر، وبيقول طبعا هو عامل ديسكاونت 40% حاجات زي كده. على كل حال يبقى احنا ما نقدرش نحمل ملف، دي اهم حاجه تاخدوا بالكم منها، ما نقدرش نحمل ملف حجمه اكتر من 10 ميجا بايت. وزي ما قلت لو كنا بنتكلم على الكتب فغالبا معظم الكتب بيبقى فيها اكتر من كده. فمره تانية انا هرجع عندي الجزء اللي هو الشات ما فيهوش حاجه، لان انا ما عنديش كتب فما اقدرش اعمل تشات. الحاجه الثانيه الهيستوري، انا ما عنديش هيستوري لان انا ما عملتش حاجه قبل كده. خليني بس اوضح لحضراتكم حاجه هنا اهوت، وهي فكره الكلام اللي مكتوب هنا. خليني اكبر السكرين شويه، خليني اروح كده اكبر الفونت بتاع الصفحه شويه بحيث مش قوي يعني كده، يعني بالشكل ده كده. فهنا بيقول لي هاو تيز ات ورك، شغال ازاي الموقع ده، شغال ازاي. When you ask a question، لو حضرتك بتسأل سؤال، we first find the relevant section within your book that contains the answer. بندور في جوه الكتاب بتاعك او في يعني او في we first find the relevant section within your books، بندور جوه الكتب بتاعتك على الاجزاء او الاقسام او المناطق المناسبه اللي بتحتوي على الاجابه. We then use this as context to answer your question، وبعدين بنستخدم الكلام ده كالاجابه على السؤال بتاعك. يعني احنا الاجابه على الاسئله من خلال الكتب اللي حضرتك بترفعها، من خلال الكتب. يبقى دي نقطه مهمه جدا حضرتك تخلي بالكم منها، وكلام في منتهى الخطوره. يعني ده معناه ان حضرتك مش مطلوب منك انك تقرا كتاب، المطلوب منك انك تطرح اسئله وهو يحاول يدور على الكلام ده هو. طب دي اول حاجه، شغالين ازاي الكابابيلتيز او الامكانيات. answer specific question atop the talk، بيقدر يجاوب على اسئله معينه حوالين موضوع معين. بيقدر يبحث search through all the books at once، يقدر يبحث في كل الكتب بتاعتك في وقت واحد. provide accurate sources to read more، بيدي لك مصادر ممكن تزود عليها قراءتك. jump، بعدين ممكن بيقفز للمكان اللي موجود اللي هو جاب منه الاجابه في الكتاب بتاعك، بيوديك عليه على طول. طبعا الكلام ده كله دلع، يعني انتم محظوظين يعني بجد، جيل محظوظ يعني. شوف قد ايه هو بيديك اجابات، بيقول لك اجاباتنا بيكون حوالين اسئله نوعيه خاصه، تمام. ببحث خلال كل الكتب اللي موجوده في وقت واحد، بقدم لك مصادر دقيقه ممكن تقرا منها، تريد مور تقرا اكتر. جامب تو ذا بيج، بروح بوديك مباشره للاجزاء اللي موجوده في الكتاب اللي ممكن انا جبت منها الاجابه. طب هو ما يقدرش يعمل ايه الليميتيشنز بتاعت الموقع؟ نمره واحد، الموقع cannot answer non-specific question، ما يقدرش يجاوب اسئله مش محدده. زي ايه؟ يقول لك ما تقول له مثلا summarize fourth page or chapter 3، ما بيجاوبش على عنوان من الاسئله. ما تقوليش مثلا لخص لي الفصل الثالث او الصفحه رقم 4، ما ينفعش. لا، تقول له سؤال محدد، يعني تقول له مثلا what is the reliability، يعني ايه ثبات، what is مثلا cognitive styles، يعني ايه الاساليب المعرفيه. طبعا هو بيفهم عربي بيفهم اللغه الانجليزيه زي ما نشوف، يبقى اذا ما تقولوش لخص لي الفصل الثالث عشان، ولا تقول له مثلا لخص لي الصفحه رقم 4، لا ما ينفعش معاك الكلام ده. انت تطرح له سؤال والسؤال ده يكون specific محدد، تمام. cannot answer general question او size the content، ما تساليش اسئله ما هياش اسئله عامه خارج نطاق الكتاب. يعني ماشي الكتاب مثلا في السايكومتريكس وكلام ده، وبعدين اساله على حاجه في الطب او حاجه في البيزنس او حاجه، ما ينفعش، لانه هو هيدور جوه الكتب اللي حضرتك
جوه الكتب ايه اللي حضرتك مالها انت بتستخدم اللي انت رفعتها له. طبعا الكلام ده طبعا دلع 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 حضراتكم باصبحتم جيل يعني محظوظ، وانا يعني بغبطكم على هذه الامور. طيب يبقى اذا حضرتك عرفت ما نقدرش احمل كتاب اكثر من 10 جيجا. خليني مثلا انا اجرب، انا قدامي 400 كاركترز حاجات زي كده، خليني اجرب على فكره. يبقى الخطوه الاولانيه مش هعمل تشات، لاني ما اقدرش اعمل تشات، انا ما عنديش كتب هيستوري، انا ما عنديش تاريخ لسه، ده لسه داخل. ابلود ابلود هي دي الخطوه اللي ممكن تبدا منها، الابلود تمام. الهيستوري انا ما عنديش هيستوري، الابلود هي دي الخطوه اللي حضرتك تبدا منها. الهيستوري ما ينفعش، الهيستوري عندي فاضي. طيب حتى نيو سيشن ما اقدرش اعمل اللي ما عنديش كتاب. هنا الابلود هو ده. ايه نوع الملفات اللي يقدر البرنامج ان هو يتعامل معاها؟ ودي نقطه مهمه جدا يعني حضرتك لازم تعرفها. البي دي اف والاي بي يو بي، الاثنين دول طبعا غالبا دي طبعا دي نوع انواع من الكتب زي البي دي اف، ده هو ده اللي احنا كلنا نعرفه. لكن الاي بي يو بي ده برضو موجود كانواع كتب بالاضافه الى المستندات وبالاضافه للباوربوينت. اذا ممكن يحمل يقدر يتعامل مع الانواع دي من الملفات. انا ما اعرفش الاي زي دبليو، اكيد ده اكستنشن لبعض الحاجات اللي الناس بتستخدمها. طب انا هعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه حضرتك هتحمل فايل، وارجوك تاخد بالك ما ينفعش تحمل فايل حجمه اكتر من 10 ميجا بايت. فهنقول له شوز فايل، فهيبدا يفتح لي المستندات بتاعتي او الاماكن اللي انا يعني انا هشتغل عليها. فطبعا انا بالنسبه لي يعني حاولت انزل بعض الكتب حوالين السيكوميتريك زي الكي كونسبت ان ايدوكيشنال اسسمنت مثلا، او كوندكتنج سيكولوجيكال اسسمنت، او انسايكلوبيديا. لو انا رحت بس على البي دي اف عشان اوري حضراتكم، دي الثلاث كتب اللي انا نزلتها. الكتاب الاولاني هو انسايكلوبيديا، وده حوالي 1200 او 200 صفحه، ده حجمه كبير جدا. اعتقد ان هو هيقول لي ما ينفعش، اللي هو حوالين الانسايكلوبيديا او سيكولوجيكال اسسمنت، هيقول لي ما ينفعش لان ده مش عشان حجمه كبير. انا طبعا حرصت على موضوع الحجم، هو حجمه لا يتعدى ال 6 جيجا او 6 جيجا وحاجه بسيطه، لكن عدد الصفحات فيه كبير جدا. هل هيقبله؟ هل ممكن يقبله لي؟ هو قال لي مليون، لكن مليون كاركتر، وقال المليون كاركتر حوالي 400 صفحه. فازاي 400 صفحه؟ انا عندي دلوقتي ده فوق ال 1000 صفحه، هل يقبلهم ولا لا؟ انا بجرب مع حضراتكم واشوف. طبعا عشان يحملهم برضه هياخد جزء من الايه من الوقت. فمهم جدا مهم جدا ان احنا يعني نديله فرصه ان هو يحمل الكتاب. طب هنا بيقول لي ايه؟ خلينا بس كده مره تانية، لان انا عملت ريفريش للصفحه من غير ما اقصد. اروح اجيب نفس الكتاب تاني واحاول ان انا احمله، اللي احنا قلنا انسايكلوبيديا ده هوت اللي هو فوق ال1000 صفحه، لان هو بيقول لي انت ما تقدرش تحمل كتاب يعني هاند بوك انسايكلوبيديا اوف سايكولوجيكال اسسمنت، ونسيبه كده يشوف هيديني ايه الرساله في الاخر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو كاتب لي بيقول لي ان الكتاب يور بوك يعني سيكون جاهز للبحث، انت تبحث جوه منه في حوالي في دقائق او ساعه تقريبا، وان احنا هنبلغك عن طريق الايميل لما بيكون جاهز، لان احنا يجب ان احنا نتحقق ان مفيش سبام، مفيش سبام، يعني ما بتحطش حاجات ملهاش قيمه او بتحط حاجات زي الايميلات كده اللي ممكن يكون حاطط فيها فيروس ولا حاجه. ولازم يتاكد. طب في الوقت ده انا اعمل ايه؟ بقول لك ان ذا مين تايم فيل فري تو ابلود مور بوك، خد راحتك، وانك انت تضيف كتب اخرى. ماشي، احنا ممكن نستفيد من هذا الامر ونروح نحمل كتاب تاني، كتاب تاني. طبعا هو بعت لي ايميل، ومن خلال خبرتي ما بتطولش قوي، لكن انا عايز احمل كتاب تاني. ايه الكتاب التاني اللي عايز احمله؟ كتاب اسمه سايكولوجيكال اسيسمنت، الاصدار السادس. طبعا انا عشان اقعد اقرا كتاب 926 صفحه، يعني خليكم بس معايا، وانا بدور على معلومه معينه واقعد، اكيد ده هيضيع مني وقت كتير. تمام، لا هو بيساعدك في الكلام ده، بدل ما ابص على كتاب فيه 1200 صفحه واقعد ادور فيهم على معلومه معينه، هو برضه بيساعدك في الكلام ده هو. فاذا الكتاب الثاني هو اسمه الهاند بوك اوف سايكولوجيكال اسسمنت. تعال نحاول ان احنا نحمل الكتاب ده ايضا من خلال ان احنا نروح على الهاند بوك اوف سايكولوجيكال اسسمنت في 2016 ونقول له اوبن، وبرضه نديله الفرصه ان هو يحمله ويقول لنا اخبار الدنيا ايه. وفي اثناء الكلام ده هوت انا هعمل برضه بوز للفيديو.
بنفس المنطق بعد ما خلص زي ما حضراتكم شايفين، او بعد ما عطاني نفس الرساله ان انا بمجرد هيكون الكتاب جاهز وان احنا بنراجعه، او ان احنا ده ممكن يكون في خلال دقائق او خلال ساعه، فبرضه خليني احمل الكتاب رقم ثلاثه، احمل الكتاب رقم ثلاثه على اساس ان انا في ذهني فعلا استخدم 3 كتب. ما اعرفش هيسمح لي ولا لا، لان طبعا الكتب احجامها كبيره. الكتاب الثالث هو الكتاب برضو اللي هو اسمه هاند بوك اوف سايكولوجيكال اسيسمنت، وده يكاد يكون اصغرهم، يعني اصغرهم 614 صفحه. لكن تخيل انت بتبحث على معلومه في 614 صفحه، فانت حتوه، حضرتك حتوه. لكن لو هو يجيبها لك وتطرح انت الاسئله، انت عايز تقرا من الكتاب ده ايه؟ لخص لي الكتاب، شوف لي الكتاب فيه ايه؟ هل مثلا لو بتفهم على مصطلح معين او مفهوم معين، يعني دنيا تانية هينقلك ليها وهيوفر عليك كمية وقت ليس لها حصر. فأنا هروح مرة تانية وأحاول أشوف هاند بوك أوف سايكولوجيكال أسيسمنت. ده كان أول كتاب أنا اللي هو جولدن ستاين ده، ألن ده كان نمرة واحد، لكن اللي أنا ما نزلتوش لسه لغاية دلوقتي أو اللي أنا ما خدتوش، خليني اللي هو الكتاب الأولاني ده بتاع مين ده؟ خليني بس أشوف. لا اعتقد هو ده اللي تم تنزيله، بتاع فريندانديز السكولا، ده اللي احنا شفناه. خلينا على كل حال نروح للموقع دلوقتي ونشوف كده في اللايبراري. انا نزل لي حاجه، في كتب نزلت. طبعا لو كان خلص الكتب وخلص معاها هيديني رساله ويقول لي ممكن تعمل تشات مع الكتب، فانا دلوقتي نزلت كتابين، فهروح على اللايبراري بتاعتي واشوف هل الكتابين اصبحوا جاهزين ان انا اتعامل معاهم. الكتاب الاولاني هاند بوك اوف سايكولوجيكال اسيسمنت، تمام، بتاع طبعا ده هو اللي هو فريندنديز ده هو ده انسايكلوبيديا اوف سايكولوجيكال اسيسمنت. خلي بالك بقى هنا هو ان هو بيقول لك توتال كاركترز 7.64، فهل بقى يعني دلوقتي انا وصلت ده عدد الكاركترز اللي موجوده في الكتاب في الكتب بتاعتي. تعال نبدا مثلا، تعالى يعني خلينا نكتفي بدولت وحضراتكم ممكن تجربوا. لو عايز اعمل تشات لكتاب من دولت هعمل عليه، اقول له كده اروح اضغط على الكلمه دي تشات، مجرد ما هضغط عليها هنا بيقول لي عدد الكاركترز قد كده، فهل ده هيسمح لي؟ لان هو قال لي انت ليك مليون كاركترز، هنا 2.88، ده انا خرجت عن الكاركترز اللي مسموحه لي، فهل ده هيكمل معايا ولا هيعمل معايا؟ انا ما اعرفش. فهنا بيقول لي طبعا هو لخص لي، بيديني ملخص كده سريع، ملخص سريع لمحتوى الكتاب، ان ذا هاند بوك اوف سايكولوجيكال اسيسمنت از كومبريهنسيف بوك ريتن باي مش عارف مين اند مين، ات كفر ا وايد رينج اوف توبكس ريليتد سايكولوجيكال. طبعا هنا ده ملخص للكتاب. تعال نفترض مثلا ان انا مهتم، طبعا بيقول لي ايه، اسك كويشن 10 كويري ريميننج توداي، انت عندك النهارده 10 اسئله، واحنا قلنا ان ده منطقه، هقول له كده مثلا what are the common methods to estimate test validity. تعالى مثلا تقول لي ايه الطرق الشائعه لاستيميت التست فاليديتي اللي هو صدق الاختبار. طيب انا دلوقتي ده في الكتاب وانا عايز اعرف الكتاب ده كاتب ايه، فانا هعمل كده انترز، طبعا لما هيجاوب لي هلاقي التسعه دول بقوا 10 based on the section provides the common method to estimate test reliability، هي criterion validity والcontent validity والconstruct validity، it's important for examining to consider. يعني بيقول لي طبعا هو فعلا الثلاث طرق predictive validity وconcurrent validity دي طرق فعلا لحساب الصدق. طيب جبت الكلام ده منين؟ خدوا بالكم في تحت الاجابه على طول هي الجسم الريليفنت سيكشن، اللي هي الاماكن او الاماكن اللي في الكتاب بتاعنا اللي تم من خلاله الاجابه على هذا السؤال. يعني فانا ممكن اروح جايب الماوس كده اضغط عليها هيفتح لي جاب الكلام ده منين؟ دي الاماكن اللي جاب منها. The final step to examine to evaluate، طبعا بيعمل لي باللون اللي هو الاصفر ده جاب الكلام ده منين في الكتاب. لو عايز طبعا وادي المصدر، ولو عايز تقرا اكتر اضغط على ريد مور فهيفتح لك الكتاب نفسه. فهنا بيجيب لك هو ذا فاينل ستيب فور اكزامينر تو ايفالويت ذا اكسنت كذا از ريليفنت تو هي اور شي نيد تو بريدكت بيست اون ذيس اكزامينشن ذا اكزامينر كان استيميت ذا كونفيدنس. ده هو جاب الكلام ده من هنا. اوكي،
فبيوريك جاب دي الاماكن اللي جاب منها الاجابه، وده المصدر اللي هو الكتاب بتاعنا، اللي هو الكتاب بتاعنا هاند بوك اوف سايكولوجيكال اسيسمنت 2016. عايز تقرا اكتر، عايز تقرا اكتر، هتضغط على الصفحه ديت وتجيب منها، وتجيب تضغط كده هيفتح لك المرجع اللي احنا حملناه وفي الجزء اللي جايب منه. خلينا بس كده ان احنا نشوف، طبعا الكتاب احنا اللي محملينه، مش جايبه من حته تانيه يعني، بس هو بيدور جوه الكتاب ده هو وبيحاول يعني، ده الكتاب نفسه كله على بعضه، فهو بيحاول ان هو ايه يجاوب على الاسئله. فاذا هو ده المصدر اللي جاب منه الاجابه حوالين الكريتيريان فاليديتي والكونتنت فاليديتي والكلام ده. ممكن نبدا نسال بالعربي، حتى اللي كتبه ده ممكن اقول له ترجم، ترجم، ولاني ما بحبهاش الاجابه السابقه الى اللغه، سوري، اللغه العربيه، يعني ترجم لي الكلام اللي انت عملته ده الى اللغه العربيه. فبيقول لي ايه، المناقشه تركز على، طبعا كميه الترجمه يعني بتبقى يعني مش جيده، مش جيده. يعني لكن هي زي التوجه النظري، اعتبارات العمليه، نقد القضايا، مش عارف كذا. طبعا لو انا كتبت له باللغه العربيه، قلت له ما طرق حساب ثبات الاختبار، ويفضل هو نكتب جنب منه كده ايه، تيست ريلايبيليتي، لان اخشى ان كلمه صدق الاختبار، صدق ثبات الاختبار، ما تكونش هي الايه، الحاجه، الاجابه المثلى. تمام، لان احيانا بيترجم الموضوع بيترجمه بطرق مختلفه للاسف الشديد، ترجمه بطرق مختلفه. فاني بيقول لي طرق حساب الثبات، هناك طرق مختلفه بين هذه الطرق، طريقه الانصهار النصفي، طبعا ما اسمهاش، لازم نسميها التجزئه النصفيه، يعني عمرنا ما سمينا السبليت هاف على انها انصهار. وبرضه بنفس الطريقه تحت منها بنجد الايه، الاماكن او الاجزاء اللي جاب منها زي سبليت هاف ريلايبيليتي والكلام، الاماكن اللي جاب منها الكلام ده. طبعا انا ممكن هنا ان انا اغير المصدر، يعني اغير المصدر، اقول له لا خلاص ناخد الكتاب الثاني ده، او اقول له اول بوك، كل الكتب، ممكن اقول له كل الكتب، يعني شوف لي الكلام ده في كل الكتب، يعني خليني اجرب حاجات، اكسبلين تيست ري تيست ميثودز فور ريلايبيليتي، يعني اشرح لي طريقه التيست ري تيست ميثود لحساب الثبات. ودي طريقه من الطرق المشهوره جدا اللي هي تيست ري تيست، ان انا اشرح اقول الاختبار او اقول تيست ري تيست از برايمري ميثود ديترماينز ريلايبيليتي، تتضمن ان انا اطبق الاختبار على مجموعه من الاشخاص، انا يعني بعدين اعيد التطبيق مره ثانيه. ذا ريلايبيليتي از كوفيشنت، اللي هو معامل الارتباط از كالكوليتد باي، ده عباره عن كورليشن كوفيشنت، وده طبعا برضو ايه الريليفنت، ايه الريليفنت، فالريليفنت عندنا كتاب 2016، ده كتاب 2016، وده برضو 2016، وده 2016، وده 2016، وده 2003، لان دلوقتي معناها كده انه استخدم الكتابين مع بعض، استخدم الكتابين مع بعض. إذا لو أنا عايز أستخدم الكتابين مع بعض، استخدمت كلمة الأول بوك، كل الكتب بتاعتي، كل الكتب. برضو عايز أقرأ، بيفتح لي الكتاب نفسه، ما بيجيبليش السكشن بتاع الموضوع. تمام؟ ممكن نسأله what is factor 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 analysis، طبعا ده أحد الأساليب الإحصائية اللي بتستخدم بكثره في العلوم النفسيه كطرق من طرق بناء المقاييس، واحيانا بتستخدم كطريقه لحساب او لتحقق من الصدق. بيقول لي فاكتور اناليسيس ده استاتستيكال تكنيك، بيستخدم عشان نتعرف على كذا، وبرضه حبيت اعرف وجبت الكلام ده منين. فبيقول لي برضه ده المرجع 2003، وده المرجع 2003، وهنا ده المرجع 2003، وهنا كل الكلام ده جايبه هو من 2003. واضح ان 2016 ما جابش ولا كلمة
على الموضوع. لو انا رجعت قلت له اكسبلين، اشرح لي ان ديتيلز، ان ديتيلز وات از ايتم ريسبونس. طبعا ايتم ريسبونس ثيري، ايتم ريسبونس ثيري دي نظريه موجوده في مجال القياس حديثه، البعض بيسميها البعض بيسميها النظريه الحديثه بعض، لكن هي قدمت خلاص. لكن انا ممكن اقول له اشرح لي يعني ايه الايتم ريسبونس ثيري، برضه هيبحث في الكتابين لان انا فوق كما حضراتكم شايفين بيتكمل انا طريق له ان كل المكتبه بتاعتي ابحث فيها. تمام؟ فالمفروض بيقول لي ايتم ريسبونس ثيري اللي هي ار ار تي statistical framework IRT assume the probability مش عارف كذا IRT one advantage of the IRT. طبعا بدأ يكتب اكتر لان انا قايل له in details، اشرح لي بالتفصيل، اشرح لي بالتفصيل. فانا هنا ببدأ اشرح لي بالتفصيل، فهنا بدأ يجيب لي برضو المراجع اللي هو اعتمد عليها، يبدأ 2003 وده 2003 وده 2003 وده 2016 اهو 2016 و2016. طبعا كل ما هحط كتب اكتر كل هو ما هيديك معلومات اكتر، وزي ما قلت انا ما بفضلش للاسف يعني مش عشان حاجه، ولكن لصعوبه الترجمات يعني كلمه الموثوقيه احيانا بالترجمه. شفت كلمه الانصهار؟ عمرنا ما سميناها سبليت هاف الانصهار، كل الكتب باللغه العربيه بيسموها التجزئه النصفيه، فبالتالي يعني بتبقى ممكن اسال على حاجه اخيره اقول له وات is the eigen value، وده حاجة برضو موجودة في الـ factor analysis الـ eigen، بس نصلحها كده eigen value. ايه هو الـ eigen value؟ بعض بيترجمها الجذور الكامنة، وبرضو يعني ايه الـ eigen value؟ الـ eigen value دي عبارة عن يعني مكون اساسي. هنا بيقول لي based on the section there is no mention of the discussion of eigen value، الكتب دي ما قالتش حاجه عن الايجن فاليو، وده وارد جدا لان كلمه الايجن الكتب اللي انا محملها هي كتب في الميجرمنت لكنها مش متخصصه قوي في الفاكتور اناليسيس وما كتبتش التفاصيل وبالتالي ما لقاش اجابه. خلي بالك دي حاجه ميزه، وده ميزه لانك انت بدل ما تدور ودوخ نفسك هو دور لك وشاف عن الموضوع. فانا لو رحت دورت على الايجن فاليو في الكتب الكبيره الواسعه الكلام ده، طبعا ده كله هياخد مني وقت. زي ما قلت ان انا ممكن اروح على تشات واعمل تشات جديده. الكونتكست هنا، الكونتكست خلينا بس نشرحه كده بشكل سريع. الكونتكست انا بجمع مجموعه كتب مع بعض، مجموعه كتب مع بعض، و بحيث ان هو يشتغل من خلالها. يعني ممكن اسميها ايه؟ اسميها مثلا سايكومتريك، على كلمه سايكومتريك على اساس ان انا مهتم بالسايكومتريك. طبعا انا لان عندي الكتب عددها قليل، هو ممكن يقول لك انت سيلكت بوك يو ونت تو اد، فانا من هنا هضغط هنا الاقي الكتاب الاولاني اهو، واقوم جاي داخل على الكتاب الثاني، واقوم جاي عامل كلمه كرييت. كرييت هيعمل لي السايك ده اهوت سيفنج داتا، السايك ده هيجمعهم لي كمجموعه. طبعا ممكن يكون عندي كتب كتيره، اصبح عندي حاجه اسمها السايك اهو كرييتد ان كذا، ولو وقفت عندها هنا ممكن اعمل لها اديت وممكن اعمل لها ديليت. الاديت معناها ان انا اضيف لها كتب جديده او احذف منها كتب قديمه، والديليت معناها ان طبعا ممكن عايز احذف كتاب اضغط عليه كده هيتشال. تمام؟ فانا دلوقتي في الكونتكست بقى عندي حاجه مجموعه من الكتب بتدور حوالين فكره واحده هي ده. لو عايز الغيها زي ما انتم شايفين ممكن اعمل لها ديليت. لو رحت عند التشات، لو رحت عند التشات وفي التشات بتاعي ممكن اقول له مثلا لو انا رحت عند الانتار لايبراري او اختار السايكل وحدها، السايكل وحدها. طبعا هنا بالنسبه لي انا الانتار لايبراري هي السايك، هم هي الاثنين حاجه واحده لان ما عنديش كتب كتير. لكن خلي بالك تحت احنا اصبح اسك كويشن، انت عندك فاضل لك ثلاث اسئله فقط. طبعا الثلاث اسئله المره دي بتبقى على السايك، لكن لو انا بصيت هلاقي برضو الكتب الموجوده في السايك هي الكتب دي. يبقى اذا لو عايز تكون مجموعه من الكتب الفرعيه وكانها كانها سب كاتيجوري من المكتبه بتاعتك ممكن تعمل الكلام ده. اذا احنا عرفنا ازاي نستخدم تشات ولنا 10 كل يوم،
طبعا انا لسه فاضل لي ثلاثه، ممكن اسال اسئله ثانيه، لكن انا ممكن اقول له كده سامرايز سامرايز ذا او سامرايز شابتر شابتر 4، اقول له كده لخص لي شابتر 4. هو قال انا ما بجاوبش على النوع ده من الاسئله. تمام، انا ما بجاوبش على النوع ده من الاسئله، اي ابولوجايز، اعتذر لك، شوف الادب والاحترام. But I cannot summarize chapter 4 as it is not included in section provided. ما اعرفش اعمل القصه دي. ليه؟ لانه هو لو انت قلت له يعني مثلا كده what are the title of each chapter، لو انا عايز اعرف التايتل بتاع كل شابتر، برضه هو احيانا بيبقى كتير ما يعرفش يجاوب على السؤال ده، لان هو مش جوه الكتاب، ما بيقدرش ياخد الشابترز ويفصلها عن بعضها. لكن هنا برضه هو بص ايه قال لك هنا شابتر 2 كونتكست اوف كلينيكال اسيسمنت بيزد اون ذا، طبعا ايه ذا بيهيفير اسيسمنت ويكسلر انتليجنت. هل ده جايبه الكلام ده منين؟ احنا عطينك اتنين كتب، انت جايب الكلام ده منين؟ شوف جايبه منين. ده ما يعتبرش الشابترز، العناوين الشابترز اللي احنا عايزينها. فما الكلام ده بيبقى غير دقيق، ده غير دقيق، لان شابتر فين؟ شابتر واحد فين؟ شابتر برضه ما هيش ايه ده. فاحزن، هو متخصص في الاجابه على اسئله نوعيه وخاصه جدا، خاصه جدا. تمام، الاسئله ان انت بتساله على معلومات موجوده جوه، مش تقول له بقى لخص لي الشابتر الثالث وكلمني الفصل الاولاني. طبعا الكلام ده غير صحيح ولن يؤدي الى نتيجه. احنا طبعا انا شايف ان دي انجاز وخطوه وميجر ستيب قويه جدا 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 لمن يريد ان يستفيد من الكتب. وزي ما انتم شايفين احنا حملنا كتب حجمها كبير جدا، الكتب زي ما احنا بعضها زي الكتاب اللي هو ده، هو كتاب 1209 صفحه، حجم كبير جدا، حجم كبير جدا الكتاب. يعني في حاجات عن الكوجنيتيف ستايلز، في حاجات عن الكوجنيتيف سايكولوجي، كوجنيتيف بروسيس، الكوجنيتيف بلاستيسيتي، المرونه المعرفيه، طبعا كل الكلام ده هو مليء مليء بالموضوعات. بيتكلم على الجوانب النمو، ايدنج ديس اوردرز، بيتكلم على اشياء كتيره جدا، فهي طبعا وكيفيه قياسها واهم المقاييس وكل الكلام ده هو اشياء في غايه الاهميه، تاخد مني وقت كبير جدا 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 في ان انا يعني اقراها بنفسي وادور عليها، فوفر لي وقت كبير. اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم، يعني مش عايز اقول ان مره تانية وثالثه يعني انا بغبط حضراتكم على انكم جيل محظوظ تمكن من انه يعني الذكاء الاصطناعي ان هو يلخص له الكتب. في كنا بنقضي فترات زمنيه طويله جدا حوالين فهم هذه. اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم. ده تعودنا في كل نهايه اي فيديو نقول لك لو عجبك الفيديو اعمله لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.